سلمك من الطبيعة يقدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان، جمالك الطبيعي. واليوم معاك دكتور عماد غادي نتكلموا على مادة ولينا كنتكلموا عليها أكثر وبكثرة خلال هاد الأيام وخلال هاد الأونة الأخيرة، وتهي كتدخل في وصفات الجمال الطبيعية واللي هي زبدة الكاريتي. فعرفنا عليها ونتعرفوا أيضا على الامتيازات ديالها. نعم، فزبدة الكاريتي باش بزاف ديال الأخوات يعرفوها، لأن دابا ولات كتداول بزاف وما كيعرفوش الأصل ديالها. زبدة الكاريتي هي واحد الزبدة كنخرجوها من واحد الحبوب اللي يدير له واحد الشجرة اللي كتسمى الشيا. وهذه الشجرة هذه اللي كتكون في المناطق الإفريقية، يعني في إفريقيا لتحت، وكذلك في المناطق اللي كتكون استوائية وفي آسيا. وهذا الشيا هذه اللي فيها واحد المنافع كبيرة. أولا أنها الزبدة اللي كتوفر عليها هذه الزبدة الكاريتي وهذا النوع دي المواد الدسمة اللي كتكون فيها، فهي كتساعد على ترميم البشرة من المشاكل اللي كتكون فيها. كذلك البشرة اللي كتكون كتفقد الماء، والبشرة اللي كتكون فيها واحد الحساسية مفرطة، واحد البشرة اللي كتكون فيها كذلك بحال دابا مشكل ديال الكزيمة، فزبدة الكاريتي كتعتبر من المواد الطبيعية الفعالة في هذا المشكل هذا. وكذلك الاستعمال ديالها للشعر كيعاون أن الشعر كيتقوى والشعر ما كيبقاش فيه داك التقصف، وكذلك أن الشعر ديالنا كتمشي منه هذيك النشوفية اللي كتكون فيه وكيرجع لينا الماء. طريقة ديال الاستعمال ديال زبدة الكاريتي فهي طريقة بسيطة، بحال أي مادة طبيعية كيمكننا ندهنوها على البشرة ديالنا من الليل وندوموا عليها، أو كذلك يمكننا إلا بغينا نستعملوا الشعر ديالنا مورا ما كنغسلوا الشعر ديالنا كنديروها كسيروم أو ككريمة كندهنوا على الشعر ديالنا وكنباتوا بها كنستعملوها يوميا. والاستعمال ديال زبدة الكاريتي فدائما كنستعملوها وكتكون معنا دائما ما كنحبسوهاش، لأنها كلها منافع كلها فوائد. وشكرا على كل هذه المنافع وهذه النصائح لك دكتور عماد، احنا دائما مواصلين معكم في حديث أم غزل. جمالك من الطبيعة قدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان، جمالك الطبيعي.